عارف يا اخويا ما ينفعش تعمل في نفسك كده. اقول لجده ايه لما اشوفه؟ اقول لجده ايه بس؟ نعم اكيد هيشمت فيا ويقعد يعايرني اللي معرفتش احافظ على الواد بعد ما المحكمه حكمت لي. طبعا عربي يا عربي، جد الواد جه وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه يا عم عربي. نعم يا ابني، لسه جد الواد هنا كان معانا دلوقتي وزعق لك وقال لك كل الكلام اللي انت قلقان منه ده. يعني انا خدت الطريحه خلاص؟ اه الحمد لله. هات الكيس ويلا بينا صباح. اه يلا بينا. ما كانش يومك يا اخويا. دماغ يا صلاح. سلامتك يا حبيبي. لفوخ يا صلاح. معلش يا حبيبي اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تتص من سواق مقطوره سكران ما يعرفوا اللي امك من حته. ملف السعد يا صلاح. معلش يا عربي يا اخويا ما تاخذنيش مش داري بنفسي من قلبي يعني وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي ركز معايا شويه يا اخويا. ها؟ ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلقتك ومكنك. ماشي ماشي. وده مطبخك وحلقك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها. والناحيه ده اوضه نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي. انا فاكر كل حاجه كويس. اه صحيح، انت فاكر كل حاجه قبل الحادثه ومش هتفتكر حاجه بعد الحادثه. الدكتوره قالت كده. الدكتوره؟ دكتوره مين يا صلاح؟ دكتورة بطون اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. بطول الجمل. ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتي يا صلاح. ان انا ناسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى اسيح في الحته على اللي جرالي عشان صوره العرب. في ايه يا عم عرب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا عرب؟ ما تسخرناش يا اخي. ايه عرب الكلام ده يا عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو عم شحاته. ازيك يا عم شحاته؟ اه طبعا فاكرك. قالوا لك ان مخي اتفرمط. مين اللي قالك يا عم شحاته؟ صلاح. كده برضه يا صلاح مجيش تاخد اخوك اول يوم وهو خارج من المستشفى. ايه اللي حصل في الدنيا يا رجاله؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب. انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. ده مين اللي بيخبط على الصبح ده بس؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. ازيك عم دالي وازي سعدية مراتك؟ اللي بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه ادينا مستنظرين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار لحسن الحالة ضنك قوي. خد ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي ماشي يا عربي. سلام يا عم دالي. مع السلامة. سلام يا عم دالي. سلام. ده مين اللي بيخبط علينا الصبح كده؟ الحمد لله بالسلامة يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي. ازيك وازي سعدية مراتك؟ اللي بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه مستنظرين الفرج. كنت عايز منك الإيجار والنبي لحسن الحالة ضنك قوي. ماشي حالك بالخمسين جنيه دول. ماشي يا عربي. السلام يا عم دالي. الله يسلمك. الو. ايوه عربي. مين؟ ما تسالش كتير، احب اطمنك ان حسن ابنك معانا. عارفين لو عملتوا حاجه في الواد ده انا اهدى يا عربي. ابنك كويس، هتنفذ اللي هنقول لك عليه، هنرجعه لك وفي بوسه. استنى مننا مكالمه خلال اليومين الجايين دول فيها كل التعليمات. الو. الو. ايوه عربي. مين؟
انا الرائد لبيب اللي بحقق في قضيه خطف ابنك. مستلم البلكونه، انا واقفك تحت اهو. انا اهو يا عرب. ازيك يا باشا؟ معلش بقى الصراحه انا مش فاكرك خالص. انت هتفتكرني ازاي يا عرب؟ انت اول مره تشوفني اصلا. مهم، قول لي في اي حاجه جديده حصلت؟ حد كلمك اتصل بيك بتاع؟ ولا حد عبرني، لا باب خبط ولا جرس تليفون رن. اه طب انزل لي يا عرب، انزل، انا واقف مستنيك، هنروح مشوار سوا مع بعضينا. حمامه يا باشا، حمامه. انت مين اللي جاي على الصبح ده؟ الحمد لله بالسلامه يا عربي. الله يسلمك يا عم دالي، ازيك وازاي سعديه مراتك؟ الا بالحق هي ولدت ولا لسه؟ لسه، ادينا مستنيين الفرج. كنت عايز والنبي منك الايجار، لحسن الحاله ضنكه قوي. والله عندك حق، انا تقلت عليك خالص. معلش بقى يا عم دالي، اخر 50 جنيه معايا، استحملني شويه. ماشي ماشي يا عرب. سلام يا عم دالي. الله يسلمك. الله يبارك لك. سلام يا عم دالي. ايه الزهق ده؟ نشوف الواد صلاح فين. عربي عربي عربي، مين يا باشا؟ انا عربي، حد بالاسم ده؟ عربي كنت بكلمك في التليفون. ادوه والله العظيم ما عملت حاجه يا باشا، والله ما عملت حاجه. ايه يا عرب الفيلم الهندي اللي انت عملته ده لازمته ايه كل ده؟ ما عملتش حاجه. ما انا عارف يا ابني انك ما عملتش حاجه. تعالى يلا اركب. يلا فين؟ يلا بس. انا عايز اعرف انت جايبني هنا ليه؟ ايه يا عربي؟ المكان ده ما بيفكركش بحاجه؟ طبعا بيفكرني، ده مكان الحادثه. جميل، عايزك بقى تمثل لي ايه اللي حصل يوم الحادثه بالظبط. امثل لك؟ انت جايبني المشوار ده كله عشان نمثل؟ ولا بقول لك ايه، لو عايز ابنك يرجع لك يبقى تعمل اللي بقول لك عليه بالظبط. امسك. استنى. ولع.